السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأكارم، مساء الخير عليكم ومساء السعادة والرضا. اليوم حلقتنا الشاعر حقيقة ما ملتقي به شخصيا وما تربطني به علاقة، لكن في يوم من الأيام جاي هيك أقلب بالإنستغرام وشفت له مقطع فيديو، سمعت القصيدة حقيقة تدلل على أنه شاعر جزل، شاعر هيك مصطلح شعري يقولون يندل الشعر يعرف المكان وين. حقيقة لما عرفت اسم الشاعر ما استغربت، لأنه هو من محافظة شاعرة، من محافظة بابل. أكيد ما نستغرب لأنه بابل شاعرة وبابل مثقفة ومحترمة ومؤدبة حالها حال جميع محافظات العراق. تعالوا خلينا اليوم نسافر ويا شاعرنا المبدع والحبيب بشار المحاويلي. حياك الله، حللت اهلا ونزلت سهلا. من المهلي قد الهلا. شخبارك؟ انا بخير من شفتك. الله يعزك. الله يعزك. شنو سولف لي؟ هذه يقولون واثق الخطوه يمشي ملكا. نعم. وهيك يقولون. نعم. كنت تتوقع القصيده راح توصل هذا الوصول؟ والله هو الطموح موجود بأي قصيدة تتوقع وصولها إذا كنت تمارسها صح، يعني الشعر كتابة وممارسة. نعم. فيعني ما متوقع اللي وصلته، بس كنت مخلي شيء من التوقع من التوقعات. نعم. جيد. كنت تتوقع أنه راح يصير من خلال القصيدة دعوة من برنامج المهلهل؟ لا، هاي اللي ما توقعتها، لكن أنت منصف. لا العفو، الله يعزك. شنو كان الشعور لما صار الاتصال؟ والله شعور مفرح، لأنه إحنا اليوم الشاعر يطمح أنه مسيرته الشعرية توصل لأبعد منطقة عند الناس. مشروع. وأنتوا إن شاء الله برنامجكم هو نافذة مهمة، الله يعزك، ووسيلة لتوصيل المناطق اللي يطمح لأي شاعر. تدلل وتستاهل، واحنا ما مسويين فضل عليك. هذه قصيدتك. الله يعزك. قصيدتك وابداعك وجمالك وقلمك عسى ما ينكسر ان شاء الله. الله يسلمك. اي والله. نحلق من القصيده. نحلق القصيده تقول: اختلفت نيتي وبدلت درب النوق، من شفت الربع بو العطش غربه وصعدت بناكتي. اختلفت نيتي وبدلت درب النوق. عافية عليك والله. من شفت الربع بو العطش غربه وصعدت بناكتي على الجبل. مو بطران لقيت الموت قسمه وكل من وقلبه. ولقيت الماي من ينجرح ينزف ماي. الله. ويسكت بس يطلع صوت اللي يشربه. دلم فيك يا قلبي ولا تظل صفصاف، بس بالشمس ناسك فيك ترغب. شص كل ما شمرتك ترد خالي شبيك. الله 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 الله. يا اخي شص كل ما شمرتك ترد خالي شبيك. ما اريد السمك شلب لك بقصبة. لا عندك سفينة ولا تصير شراع ولا ترضى البحر من راسك الشطبة. وقلت لك برقع الشاهين للشاهين. اي بالله. ليش تعاند وبغرابك تجرب؟ يا شامش جابرك جوا الزلوف تعيش. اش حلقتك لو لقيتك عايش برقب. الله. وليل يا شامه. اش جابرك جوا الزلوف تعيش. تنطام. اش حلقتك يا شامش جابرك جوا الزلوف تعيش. اش حلقتك لو لقيتك عايش برقبه. وليل وقمر ماكو ومطر كان وريح، وانت بشمعة جاي مصدق تغلبه. وحرب والمحترق شتالة لي طفيه، وحزن والماي صوفر محد يقلبه، مثل الجاي ضيف الوادم يذبحون وجاي بزاده بيده. سوايتك صعبة قبل اول شلونك تنطرد. مثل الجاي ضيف الوادم يذبحون وجاي بزاده بيده. سوايتك صعبة قبل أول شلونك تنطرد. ديان قبل راس الشهر دق بابلي طلبه، تفشل صاحبك لو طحت دم درويش.
طعن غيرك سهل بس ضربتك ضربة دخي صلبك بعدهم مو مسيح تعيش الهرش تعدل عواجل الخشبة للصلبة الله وذنبك ذنبك تذكره تعاركه وموش عليك كل شف بيك رايد يوصل الدربة ويشمرونك وكل من يلتهب حربه شنو ذنب الكمين ودعب كسر الطير وحرية جناحه بذمت لي نصبه بلم يومية يومية شتف الروج بي جناز المثلك على شتاف الرمل شي غصبه يا قلب صار بيك هواي بسك عاد مو شفت الربع بول عطش غرب إن شاء الله يا رب هالقصيدة توصل أكثر مما وصلت إن شاء الله أمين شاء يا رب العالمين شلون وضعك عملك شغلك ايش قصر لك بالشعر والله الوضع الحمد لله ماشي العمل ماشي والشعر يعني صار لي نقدر نقول باع ليس بطويل لكن ليس بقصير جيد اكو هواي لوم وندم بالقصيدة على القلب ما هو احنا مشكلتنا كلها بالقلب الراحل عبد الحسين الحلفي يقول اللي الحسب عقله يحب صدقني يرتاح الحسب قلبه يحب صدقني يندم مشكلتنا لذلك انا احب ادم ابو الكل بس ما احب انا ابو التفاحه ادم اي نعم السبب اللي انت بي منين والله ما ادري شكل لك اذكرك واللي هو يتناوش البيبان نعم ويلتمن علي هجرك والبرودة برقبة من خطيتي بصورتك لو بيك لا بيك ايش عليها الصورة مقرودة الله يسلمك هيك هي مرات هذا التعامل يولد قسوة والله هو التعامل تقدر تقول يخلق قسوة بالضبط يخلق لأنه كل فعل ردة فعل أكيد هو أكبر مشكلة ممكن تصادفها من ما تقدر جروحك تسولفها الله الله أكبر مشكلة ممكن تصادفها من ما تقدر جروحك تسولفها من تبرد لحد ما يصل بيك الحال الرسائل قبل لا تقراها تحذف الله يسلمك وصلت لها المرحلة أكيد وصلت لها هي هاي مرحلة عدم الاكتراث وهي هاي موت بطيء أيه فعلا يعني أنت اللي ذاك اللي يهتم بالتفاصيل ما توجع حتى الكبيرة متحركة هاي مشكلة أي بلا مشكلة هاي مني يصير الشخص المقابل ما يعني لك مو اكيد هو بقدر يعني يوصل مرحله من الاذيه فعلا يقول ما يعني لك لكن انت هنا انت الطرف الاكثر خساره الاكثر اذيه توصل الله اي هذا سهرته هواي هو السهر ديمومه الشاعر كشاعر لو كعاشق لو كعامل لا هن هي السهر ديمومة الشاعر والعاشق بس مو ديمومة العامل لا يعني جزء ربما طبيعة عملك انه انت بالليل لا هذا لا ما وصلت هاي المرحلة بس جيد ايه بس واصل مرحلة العاشق ايه والشاعر اكيد الليل شبعني سفر وانا مكاني الله يرحمك على رشاد اي ممكن انه هذا الليل يصبر عليك لو يكون سبب بالوجع هو اثنينهن مره هيك ومره هيك مره هيك ومره هيك بليله من الليالي تعاتبينه ايه وطلعنا لهواي الضامينه الله وصفطنا الصور تصفيط الهدوم ولقينا صورنا كفران بحكينا شلون ضحك بيهن وبس دموع بينا هيكون قبل لا تاخذ يا صوره لازم تساله اي قل له عشرتنا دوم لو يوم اذا يوم ما ناخذ صوره واذا دوم لا ناخذ انت بذيك النشوه ما تفكر جماليه البدايات اكيد
جمالية البدايات مزعجة. تقدر تقول للشخص تقول له أنت لم صبرني على هاي الدنيا؟ منين ما أصد لها أحبك؟ منين ما أصد لها؟ أحبك أحبك واحترق لك وأبقى تاني. وياما قلت لي المات بالحب وين أدوره؟ وقلت لك أني الله وأنا اللي مصبر على ضيمة شاي وعيونك وغاني. لا والله أيوه أنا اللي مصبر على ضيمة شاي وعيونك وغاني إلا ذني اللي صبرنا على الضيمة بس. لا بالله إيه بالله ما في غيره. جميع العقاقير فانية إلا عينيها. ويلي الله. لكن بحالة بالوقت اللي تكون العيون غير متاحة أي الشاي والأغاني اللي ساعات راح تجي. افتح معاشق لهم كل شعراء عاشقين. لا هو الشاعر بس خل حتى ما تصير مطلقة الإنسان نقول اللي مو عاشق ما شلون يعيش ما 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 من الممكن يقدر يعيش. الله هو الحب ديمومة الحياة. زين الحب برأيك الحب وسيلة له هدف وسيلة له غاية؟ لا هو لا مو لا وسيلة ولا غاية هدف. يعني أنت أكو وسائل اللي توصلك للحب. إذا كانت المحبة غاية ممكن إذا تنولها تبرد بس هدف. هسه اليوم الشاعر أنا كبشار طموحي من أوصل للبرنامج هذا البرنامج يكون خطوة مو طموح. طبعاً إذا كان طموح بعد ما أكتب. طبعاً فأنا إذا كان الحب هدف راح أستمر حتى باتجاهه. بالضبط بس إذا كان خويا خلنا نسمع قصيدة. نسمع قصيدة منا ورايح. أي كل من بجرح يحير وكل واحد يدور دوا بمعرفته وكل من بكيف جناحه يمتد ويطير ويبعد ويسأل عالسما الفايت. ما اريد اظل حايط سجن ما مفهوم وغير الندم ما شايل بذاكرته. الله مليت دور اللي ينتظر والبيبان. ما اريد اظل ذاك الهوى مشكلته. ما اريد اظل ذاك الخلص عمره شراع وحبالي اللي يعبرهم مكتفته. العايف صلاته الخاطر اللي ما يسوون وملتهب راحة وادم متعبته. الله الله ما اريد اظل حايط سجن ما مفهوم وغير الندم ما شايل بذاكرته. ولا اريد اظل ذاك الخلص عمره شراع وحبالي اللي يعبرهم مكتفته. العايف صلاته الخاطر اللي ما يسوون وملتهب راحة وادم متعبته. خلينا جرب شن احساس اللي يمشون أمني تجرب شن إحساس اللي يمشون وش ياخذ العايف بشر رايته. بكل خطوة يبعد بيش تفكيره يصير وما يلتفت للناس اللي مودعت. الله وعكس الجنط خطواته خف من الريح وبثقل نوم اللي ما حلم سالفته. اللي يختم جوازه ويضحك على اللي يبكون ويسافر بكيفه ويموت بوقته. كون التذاكر كون التذاكر للي يحب مو للبيع. الله الله يسلمك. كون التذاكر للي يحب مو للبيع وكون الرقب للذمة مو للفتة وكون الصور الله. للبير الله كون الله. التذاكر الله يا بشار الله الله يا بشار الله الله كون التذاكر للي يحب مو للبيع وكون الرقب للذمة مو للفتة وكون الصور للبير مو للحيطان وكون البخت للي يحكي حظه وبخت. اخش كثر عند امنياته ويا الليل اخش كثر عند امنياته ويا الليل اي ويحرقها واقع كل صبح والمته. يا مذنب بقد الصور ينطلوان ويا ميت مسولف لك بفاتحته ويا ليل فارغ جاي ومبين ليل ويا مغرب مضحكك ومغرب شفته. الله
ويا نحر ساكت ما يغني على السيف، ويا عطر عايش بالزلوف الميتة، كل اللي قلتهن ما يصيرن صعبات، لكن سهل بس بالبداية قلت الله منا ورايح كل من بجرحه يحير، وكل واحد يدور دوا بمعرفته. الله كلش خوش شاعر. الله يسلمك سر بالله، كلش خوش شاعر. خذ وروحك، انت كلش لطيف وكلش تخبط. الله يعزك. الله يسلمك. الله يسلمك. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام، عدنا وياكم بالبارت الثاني مع الحبيب بشار المحاويلي. الله يعزك. انت شو اخبارك؟ بخير دام. طيب بخير. مرتاح؟ الحمد لله. الامور طيبه؟ كلش طيبه. الف الحمد لله. انت عشوائي لو منتظم لو متمرد لو شنو؟ لا مو عشوائي بس مو منتظم. احب التمرد، احب المجازفه. اها. اي نعم. جرب عيشني جيد وشوف اعتنيك شلون. نعم. جرب عيشني وشوف اعتنيك شلون، ولم عطرك عمر من شارع لشارع، واتمرد وجازف واقعد امتانيك واحبك غصبا على الحلم والواقع. الله 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 الله, الله. بشار اللي اكو اشياء تساعد على كتابه الشعر، واكو اشياء يعني اكو جو معين تقدر تكتب بيه شعر، واكو جو ما تقدر تكتب بيه شعر. يعني راح اسولف لك مثلا الخضار، بستان وخضار وكذا يخليك تكتب. منطقه الخضار نقلتني في المكان، هو اجمل من الشعر. يا نهر فايض بالحلا من زغره، شي كلفك من الطيح منك قطرة؟ لا والله ما تكلفك. فهمني شي يصير القطن من رجليك، وش تعود لعيونك علوق الحضرة؟ والله أكذب من قلت لك مكروه، شي ينكره منك وانت عينك خضر. الله يسلمك. تحب العيون الخضر؟ هو كل أخضر حلو. لا العيون الخضر أكيد تحبهن؟ هن إلهن جمالهن الخاص. أنا بغض النظر عن الألوان أحب العين الخضراء بالحياة، مثل بروح الخضراء أحب اللي تباوع الأشياء بإيجابية. أكيد أكيد. اليابس ما حد يصد عليه بس النار. صح. زين برأيك شنو يعني لك المطر أيضا؟ المطر هو ديمومة الحياة، بس هو مرات يجي بوقت مو صحيح. يعني انت بيوم من الايام كنت هاي القطرات تلقاها ويفت شخص الله ايده تسبق ايدك، ويجي المطر لحظة وهو ما موجود. فمع كل احترامي الجرح وياك، وعزة نفسي ودموعي بالعيون مطرت بعد، مو مال ابقى زعلان. الله الله. خلني اتراضى هسه وباكر تهون، دخي يطيح الضباب على الشبابيك، ونرد نمثل ادوار اللي يزعلون. الله الله يسلمك. يعني هذا الجو يسوي النواهش، هو مال مكابر بعدي. اي الجو يسوي النواهش. هم دول اللي من الممكن نزعل وياهم، صورهم تظل ويانا صح؟ نعم. وما تختفي. لا اكيد. جيد. زين هذن الصور شنو داء له دواء؟ شو يكون انه؟ اذا كان الشخص بيوم من الايام دواء صورته ايضا شيء منه دواء. بالضبط. لكن اذا كان داء فصورته ايضا داء، فالخلاص من عندها يعني لابد منه. بلا في عفتني، بلا في عفتني اقبال كل شيء شمس، وما شفت للصفصاف بعد كثر، امنيتي امنيتك ارحك واضحك على الدرب، وعبر عيونك لو دمعهن مطر، وشت في ظلتهن شموع بقبر، هو انت رايح شاوقت على الصور. الله الله يسلمك.
هو انت رايح اي بقيت على الصور شنو ضلتهم. اي الله يرحمه سمير صبيح يقول يقول الصحة والشون الصحة المطرت والصحة شو محصل العابد؟ لا يا ابوي ما نتيجة واحدة بس ظلت الصور رايحات صور هو انت والان رايح انت رحت ما ظلت الصورة يعني ضيجة خلق. خلنا ناخذ قصيدة خلنا ناخذ قصيدة يرحم والدي قصيدة. أنا ما أرد أسوي لك حوار هواي بصراحة أرد أستنزفك شعرا. أنا خادم لا العفو. الليلة أحط قورة ويا قورة وعناد أشمهن صورة صورة لا يا الله. الليلة أحط قورة ويا قورة وعناد أشمهن وعناد أشمهن صورة صورة الليلة أريد أشبع مرورة وكل جرح ما ينزار أزور. الليلة كون الخوف كون الخوف ينشال واشرب ضحك شتال شتال. الليلة الحكي ويا صورك اشكال الله قصبة بدبيهن وانته هلال. الليلة الليلة حزني او لا لردات او ثنية سعف ثاني هالمخاد. الليلة روحي الليلة حزني او لا لردات أو ثانية سعف ثاني هالمخاد. الليلة روحي تريدك عناد إش كبر الوجع بجروحي بغداد. الله الليلة عاتب شامة شامة وبكل مكان أترك علامة. الليلة ما تقضي بسلامة إحجار الوقت والشوف جامة. أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك الله يعزك. إيه الليلة عاتب الليلة عاتب شامة شامة اي وبكل مكان اترك علامة. أي. الليلة ما تقضي بسلامة احجار الوقت والشوف جامة. الليلة ما تحمل نديرة خيال وعيونك جزيرة. الليلة الخسارات الكبيرة وابكي على روحي عليك حيرة. سلامتك حبيبي يا اخو هذا اكو كاحة داخل النص. الله يسلمك. أكو كاحة وكاحة داخل النص. أيوة لازم تحتاج المشاكسة. بشار ممكن تغير مزاجك مكالمة؟ ممكن. حالات الدنيا حالات الدنيا من الكل شيء تخطيط. بس الحب حالاته من التورط. أنا المات وهلم حنطينة تحنيط وذكر وجهك وقام عناد مشط. أكيد المكالمة. تغير المزاج وتغير اليوم. صدق والله والله. انت متزوج؟ الحمد لله متزوج. وش قد عندك اطفال؟ خير عندي 4. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم ان شاء الله. المسؤوليه صعبه مال التربيه؟ اكيد المسؤوليه صعبه استاذ علي. اليوم احنا وقت خطر جدا انه تربي ابنك على ما انت ربيت عليه. ان الايام كل ما تتقدم تعرف السوشيال ميديا دخلت بال... برايك الصعوبه اللي بحياتك وين الصعوبه؟ مو صعبه من تكتشف. مو صعبه من تكتشف عافك هذاك الكنت من تزور قبل اخوتك تهدي له لزياره. لكن شلون مو صعبه من تكتشف اي خانك هذاك الكنت من تزور قبل اخوتك تهدي له لزياره. لكن الصعبه الصدق من تعيد نفس الغلط وتروح تختار. لا هذا الصعب. صعب ان انت ما تقدر تقول لقلبك بس انا هاي انت من الناس اللي يفهمون لغه العيون. أكيد هي لغة العيون هي اللغة الأكثر انتشارا الصادقة والصادقة تكون. يعني أنت هسه من تسولف وياي بكل وضعية أقدر أقنعك لكن إذا كان كلامي مو صح عيون ما أقنعك. من لقيتك إيه كان بعيونك سؤال ورجفة جفوفك دليل الما يثق
وكان جرحك واقف بطولك خيال، واكثر من المنخطف صوتك قلق. الله ايش بيدي؟ الله من لقيتك كان بعيونك سؤال، ورجفة جفوفك دليل ما يثق، وكان جرحك واقف بطولك خيال. الله واكثر من المنخطف صوتك قلق، ايش بيدي وبكل الطرق قلت لك تعال، وانت كنت تعوفني بكل الطرق، قلت لي دمك يحترق قلت لك حلال، قلت لي دمعك ما يجف قلت لك رزق، هسه بيني وبين بيبانك جهال، وكل محطة تجيب طيفك تنغلق، قلت لي دمك يحترق قلت لك حلال، قلت لي دمعك ما يجيف قلت لك رزق، هسه بيني وبين بيبانك جهال، وكل محطة تجيب طيفك تنغلق، هسه صرنا اثنين ما عندهم مجال، لا حقيقة ولا حلم بين اتفق. الله 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 يسلمك حبيب السادة. الله 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 الله, الله. طموحك الشعري وين؟ لا ما لا نهاية. زين برأيك قصيدتك تتفق ويا طموحك لو ما تتفق؟ لا هي تتفق إن شاء الله، وأني تعرف أنت يوم بعد يوم القصيدة تكبر وياي مثل ما أنا أكبر، فأكيد هي تكون متفقة وياي، إذا ما اتفقت وياي لا هي توصل ولا أنا أصل، فبالتالي يعني أقصد ممكن ببالك فد فكرة معينة، يعني هذا النوع يوصلني لمكان ومن نوصل لهذا المكان ممكن أغير. ممكن التغيير وارد. إحنا برأيك قصيدتك صعبة ولا سهلة؟ لا هي مو صعبة لكن بيها مواطن مو سهلة. ها من باب يعني اكو مفردات. انا هسه من خلال القصائد اللي نعم قريتهن احسك تحب القافيتين. القافيتين احبها يعني استمتع حتى بكتابتها، استمتع بكتابتها، لكن انا جوابه كان على موضوع المفردات. يعني هسه ابو بغداد هواي عنده مفردات ما يفتهمهن، عذرا انهم يعني ما واصلت لابو الناصريه كذلك ابو الناصريه، فهذا هو بالشعر نفس الشيء. يعني انا اليوم قصيدتي اعمل على انه الكل يفتهمها وان كان الموضوع صعب. وان شنو نحتاج حتى يكون الموضوع بسيط او متيسر؟ نحتاج يعني المام، اي وحده اطلاع يعني. اكيد اكيد. انت اليوم انت شلونك بالمطالعه؟ والله بالمطالعة يعني مو كلش جيد، بسبب انه اني حكم العمل ما عندي وقت، يعني على قدر المستطاع اكون ملم بعض الاشياء اللي هي ممكن تخدمني جيد بالحياة وبقصيدتي. والله انا اهنيك. الله يعزك. رجل صريح ومبين الكلام نابع من القلب. الله يسلمك. لا هي ماكو داعي للتصنع ابدا. لا تصنع في شيء مزعج ابدا. انا قاعد يا اخوي كبير واسوي. الله يعزك الله يعزك. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل يلا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب والمهم أيضا بشار المحاويلي. الله يسلمك. المحاويلي انتماء. ها أكيد هاي أمي. صدق والله؟ والله ألف تحية للمحاويلي وأهلها. الله يسلمك. أي بالله الكريم. مرات مو نشمت وإنما نكون يعني شلون اقول لك شلون اوصف لك اياها، نقول للشخص او نقول لفد موقف معين عساك باكثر من اللي انت بي. هاي تنقال للشخص اللي انت حاولت يعني هواي انه تقاومه وما هو لا ينفع التعديل في يابس الخشبي، فمو هينه يقضى النزف شريانك ولونك، مو هينه يقضى النزف شريانك ولونك، بس مال تلا الدمع تستاهل عيونك. اوف ايش بيد على قلبك بعد وذنبك رضيت بشخص بس يفرغ يخونك. لا يا الله. نعم هو بعد مشكلته، لا هو ما يرضى
يقنع باللي صار. أنت حقيقة أنت مطيع لو عنودي؟ لا أنا عنودي وجدا. ما بين أمنياتك والمواعيد دور لك عذر لليل وقعد ولا تكبر. شخذنا من المواليد الله الله واقنع بالقفص وعناد غرد. عافية. نعم الله يسلمك. عافية والله. الله يخليك. يعني هذا شايف الظروف اللي انت بيها المحيطة بيك هي مو عذر. لا مو عذر اطلق العناد عيش عاند تمرد جازف. مو كل شيء انت تبقى مأطرب بقيد. حلو العناد حلو حلو حلو. حتى عندك امنيات؟ والله هي الامنيات هواي استاذ علي، لكن الامنيه الاهم امنيه الرساله البارده تشقها الريح. الله امنيتي الرسالة الباردة تشقها الريح. الله الله. ولا تصل يم المحترق وتلجمه. وتدري شو وقت تستوعب الدنيا أخلاق؟ أي. من تلقى المضيعك تشنت تلمه. آه. بشارة ذا وقفت قدام الكاميرا وسؤال من وراء الكاميرا. نعم. السؤال يقول المن تكون ممنون. والله أنا أكون ممنون الكل صاحب موقف ويا بشار، الكل صاحب حكاية حلوة ويا بشار. فيا صاحبي مدام احنا جبناها على المواقف، يا صاحبي اللي واقف لي وقفة نجمة بالرقبة لك دين أكثر من الذمة. يا صاحبي الواقف لي وقفة نجمة، الواقف لي وقفة نجمة بالرقبة لك دين أكثر من الذمة. وربع الطريق هواي بس يتلاشون، اللي ميزك عنهم كنت صاحب كلمة. وحاول وقتنا يعيل بس إش حده، مو أنت اللي تغير أطباع المدة. غيرك ورا الشدات ما ينشافون، بس أنت كنت تلقاك قبل الشدة. الله 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 يحفظك. الله 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 يعزك. ايش قد عددهم ذولا هواي بحياة بشار؟ والله هم مو هواي بس هم مو قليلين. مو قليلين مو قليلين بعددهم لو مثل وجهك استاذ علي. اي مو قليلين. لا مو قليلين مواقفهم. لا بعددهم محسوبين. ها يعني مواقفهم ومكثرتهم. اكيد هواي علي مواقف يعني تارسيني ترس هيك الموضوع. وبالتالي احنا انت من النوع اللي عاتب؟ من النوع اللي عاتب. هو العتب مرات اذا كان الشخص يستحق حلو، والملامه اذا كان الشخص يستحق هم حلوه. اي مكانها تلوم. اي حرنا نلوم من ونبرر الصار، وهو العطش الناعور ادينه قذل والشمس ما تنشاف بينا. وبتشتنا الأغاني المو حزين. الله خشب والدنيا ما تخلق بعد نوح، دحرقونا انتهت قصة السفينة. استسلمنا؟ اي اذا كان الشخص ما يستحق حتى الملامة تستسلم افضل. الله افضل، لانه انت اذا تظل بحرب مستمرة واصابات اكثر من اللازم وتكتشف بعدين انه ما لهن داعي، ممكن اذا كان عددهن اقل افضل. أنا بلكت يظل منك شوي شيء سالم تلملم مجروحك. اي مو ترجع هذه مره مو مشكله. مشاركاتك بالمحافظات شلونها الشعريه؟ والله مشاركاتي يعني نوعا ما اني استاذ علي بالنسبه لموضوع الشعر يعني هو تقصير مني طبعا، اني جدا مهمل لكن لاسباب تمرات الظروف الحياتية واقعك يفرض عليك انه انت تبتعد مو بالكتابة بالتواصل. بالتواصل يعني انا دعيت اكثر من مهرجان اعتذرت بسبب ظرفي اللي عندي، لانه موضوع الشعر تعرف يريد فراغ. صح.
ايش قد برايك عدد الناس اللي يعرفون بشار؟ والله هذا برايك برايك برايي خلينا نقول خمس من الوسط الشعري. لا لا من عموم الشارع. عموم الشارع ممكن 10%. 10% اي ممكن اكثر. جيد ذول 90% اللي بقوا اي غازلهم قصيده. غازلهم لو اقرا لهم قصيده. اقرا لهم قصيده بقى. غازلهم قل لهم هذا انا حرب تحارب انا ياهم. يلا حرب وسيوف مكتظه ومشاتيل او دم يابس على وجوه وملامه او دمع فوق الشوارب والمناديل او عويل من المحارم واليتامى او مغرب ما يقصر عال ويعيل وصابع قاضية بسن الندامة هذن كلهن بروحي وجاين تخيل الله أضمك وين وتظل بسلام الله الله حرب وسيوف مكتظة ومشاتيل ودم يابس على وجوه وملامة ودمع فوق الشوارب والمناديل وعويل من المحارم واليتامى ومغرب ما يقصر عال ويعيل وصابع قاضية بسن الندامة هذن كلهن بروحي وجاي نتخيل أضمك وين وتظل بسلام أضمك دمع خاف ويا الحج تسيل أطردك حتى تسلم مو شهام حرت عاقل وطبع عركة مخابيل إيش يسكت ياخب اللي يرضى بكلامه الله وجثة احترقت أيامه حرت عاقل وطبع عركة مخابيل إيش يسكت ياخب اللي يرضى بكلام وجثة احترقت أيامي جثة احترقت أيامي وتفاصيل تخنق وانت دوار ابتسام وشي خلص الوجع قاصد زناقيل بحيث النار تتعب التهامه ومثل شام الحزن من عنده شي تشيل وكبير أحلامي كان الليل أنامه وصورهم والجرح والباب والمين يلتمون لو غابوا نشامه ويذكروني واتعنى المراسيل كاتل واعتنى لديرة عمامه وطيح من شلونك للتواسي الله 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 يعزك حبيب السلام علي صورهم والجرح والباب والمين يلتمون لو غابوا نشامه ويذكروني واتعنى المراسيل كاتل واعتنى لديرة عمامه وطيح من شلونك للتواسي وارخص وانكسر وانشال جامه وكل جتاف ينفض لو زناجيل بس داعيك شاتفت الكرامة الله او قلت لك كل جتاف ينفض لو زناجيل لو زناجيل بس داعيك شاتفت الكرامة وقلت لك حرب وسيوف ومشاتيل ودم يابس على وجوه وملامة ودمع فوق الشوارب والمناديل وعويل من المحارم واليتامى ومغرب ما يقصر عال ويعيل وصابع قاضية بسن الندام هذن كلهن بروحي وجاي نتخيل أضمك وين وأضمك بسلام الله سلامتك تخبل هاي القصيدة الله يعزك بالله الكريم تخبل هاي القصيدة بدو أروح لك سلام بشار برأيك اليوم الشاعر صعوبة انتشاره بصعوبة ينتشر له المسألة بسيطة احنا نتفق على مبدأ اللي هو التوفيق أبوهن كلهن طبعا بس الشاعر إذا كان حرك بسهولة يوصل ها. بسهولة ينتشر لأنه منصات التواصل الاجتماعي اليوم يعني هواي ومتاحة اي يعني بسهولة انت سيلف ممكن من سيلف هواي شعراء وصلوا من سيلف صح صحيح؟ صح بس بقت هو وضعيته زين برأيك هذا الانتشار أكو انتشار مرغوب به وأكو انتشار غير مرغوب به؟ أستاذ علي هو لكل قاعدة شواذ جيد بس احنا نحاول قدر المستطاع نصدر الجمال يعني هو الشعر هو الجمال طبعا أما السلبيات احنا ما نباوع لها ها ما نباوع لها أبدا ما تعني لك؟ ما نصرف عليهم ضوجة لأنه مدام اكو منصه تصدر الجمال اني هنا الاشياء السلبيه ما بقولها اي ما اصدلها برايك اليوم بشار العلاقه مع الشعراء
تزيد من 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 رصانة الشاعر. أكيد هو الاحتكاك مهم بكل المجالات مو بس بالشعر. لا احنا نسولف بالشعر باعتبار اختصار. اي بالشعر أكيد علاقتك بالشاعر. زين متابع جيد أنت؟ متابع غير جيد للأسف. بس هذا غلط. هو غلط أنا مسولفت قلت أني أكو تقصير من عندي أكو أنا قلت مهمل بالنسبة لموضوع الشعر لكن هي بس أكو ظروف أنه من عدتك. أي هو هذا بس إن شاء الله بقادم الأيام يعني المواظبة هي راح تكون إن شاء الله موجود إن شاء الله. بقت لنا 4 دقائق تمام أريد نسمع قصيدة. صار شايف من تحب والماضي ما يخليك شايف شعور صعب هذا. شايف من تحب والماضي ما يخليك بحبك تعترف وتسكت الرجفة. شايف من تميل الواحد يحاكيك وفاهم مفرداتك كلها وبحرفة وقبل لا تقول رايح تضحك يوصيك وترد له وكل نعاس عيونك تشتف تريد تصارحه وجرحك يأخر بيك وحاير بين خوف الجرح واللهف ورغم كل فوضويتك قابل وشاريك ما معترف لكن عينه معترف رغم كل فوضويتك قابل وشاريك وشاريك صح ما معترف بس عينه معترفة وانت تكابر انت تكابر وانت تكابر ورغم الحنين اللي بيك اشتياقك بالغموض تحاول تغلف غلط كثرة جروحك غامض تسويك خلى طباعك ويا الناس مختلفة الله مرات الغموض يخسرك متانيك بحيث يضيع منك يلا تكتشف نعم وترجع للرسائل غلط كثرة جروحك غامض تسويك خلى طباعك ويا الناس مختلفة مرات الغموض يخسرك متانيك بحيث يضيع منك يلا تكتشف وترجع للرسائل بلكة تدليك بلكة بيها باب يرجعك تكلفة الله. ترجع للرسائل بلكة تدليك بلكة بيها باب يرجعك تكلفة وتقرأ وتبتسم ودموعك تبديك تقرأ وتبتسم ودموعك تبديك ودموعك تبديك لحد ما يغرق المكتوب والشف الضربة اللي ما تطيحك باكر تعليك الله الله الضربة اللي ما تطيحك باكر تعليك تبيع الضفة باكر يقف على الضفة اي والله صحيح العمر سفرة وسفينة حظك توديك بس يبقى اختيارك قائد الدف العمر سفرة وسفينة حظك توديك بس يبقى اختيارك قائد الدف هنا لذلك لو تقرر تعترف تاليك لو تقنع بجرح الراح وبنسف وسلامتك هذه الله 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 يسعدك الله الله يعزك شكرا لك شكرا لجمالك بالله شكرا لك شكرا لشاعريتك شكرا للأخوة اللي تعبناه أخلاقك سفرة ممتعة آخر كلمة لك تقولها للسيد المشاهد هذه كامرتك أنا أقول للسيد المشاهد شكرا للساعة انطيتني إياها من وقتك وسمعتني وشاهدتني وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك وكنت خفيف ظل عليكم مشاهدينا وشكرا لك أستاذنا علي حبيبي المصوري وشكرا للأخوة اللي تعبناهم إن شاء الله نكون خفيفين ظل عليكم تعبناكم مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري